البارح في بعض الصفحات تم تداول الخبر يقول انه سيام بالخوجة في الكواليس رفضت انها تقعد معك وتسلم عليك، صحيح هذا؟ ما كانش والله العظيم ده كان صحيح، في قتل يعطيني كسمان صبيت لها، ما فماش منها الحكاية هذية، وعبيد قاعدة تتداول في إشاعات، مانيش فاهم أنا شنية الغاية نتاعها، أما هاني قاعد نتبع في الخيط وباش نفهم الحكاية هذية بقدرة ربي يظهر الحق قدام الرأي العام، واللي عمل الحاجة يتحاسب عليها، كيلكو سوا طفل ولا طفلة ولا صغير في العمر ولا كبير، المهم ثم الإنسانية قبل كل شيء، مش معناه أنت عندك كوز باش تدافع عليها معناها أنا ظالم. لا مش صحيح، أنا إنسان وعندي حقوقي وعندي حق إني ندافع على روحي، كي تبدا عندي ثم حاجة غلطة وحاجة تمس من شرفي وسمعتي وعائلتي.